نشاطات عديدة بتصير دايما بلبنان، وين ما بيكون في نشاط ثقافي او اجتماعي زينة بتكون موجودة بالمرصاد. لهالسبب اليوم رح تمرق لنا اياهم كلهم باجندة مع زينة. بونجور زنزو. بونجور، تحية كتير كبيرة لإلك غيدا، وطبعا بحي كل المشاهدين يلي عم بيتابعوا اجندة وين ما كان بكافة انحاء العالم. يعني بتعرفي اجندة من البرامج اللي دايما هيك موجودين وين ما كان بكل النشاطات، عم رافق كل الناس بكل مناسباتهم الحلوة الثقافية الاجتماعية والفنية. فكرمال هيك رح نبلش اليوم مباشرة، وكان من فترة اكيد بتعرفي بمناسبة يوم المرأة العالمي، ولسبب ضيق الوقت بالفترة السابقة والاسبوع الماضي ما قدرنا نحط كل الروبورتاجات. فاليوم رح نبلش مع روبورتاج كان صار ببيت السفير الامريكي بلبنان ديفيد هيل، وكان بمناسبه المراه العالمي. طبعا كان في لقاء وكان في عدد من السيدات اللي كانوا موجودين، ورح نشوف بعض اللقطات. Welcome to the American Embassy, welcome to my home, to celebrate International Women's Day. Well, we're celebrating International Women's Day and International Women's History Month. It's a time for us to reflect on past achievements by great women leaders, but it's also a time to celebrate with our partners here in Lebanon, who are here, our invited guests tonight, who are doing so much to advance gender equality in this country, and we're very proud to be supporting partners in that effort. What do you think about Lebanese women in general? Oh, well, you know, this is my third assignment in Lebanon, and I've met so many impressive leaders, women leaders in this country. I can't even begin to name them all, but two that just come to mind is the late Hala Maksoud, who is such a dynamic woman in advancing civil rights for Arab Americans, as well as rights for Lebanese women, and Laura Mughaisel, who is such an outstanding figure as well in promoting fair rights, human rights for women in Lebanon. What's exciting for me is that there's such a dynamic civil society element of leading women, trying to bring about change and gender equality, and we have resources to help them do that. إذن بعد ما كنا مع هالحفل الاستقبال اللي كان كتير حلو بمنزل السفير الأمريكي، رح نتابع مع أجندة، ولكن هالمرة مع هيك مثل لقاء تحت عنوان، بالأحرى مؤتمر تحت عنوان لا لحرية الاعتداء على الآخرين لا فكريا ولا جسديا، حيث عقد مركز مولوي الثقافي مؤتمر بقصر اليونسكو، وشارك من خلاله عدد من المثقفين والإعلاميين. وهون كان في كلمة أيضا لزميل منير الحافي يلي تحدث عن الحرية الإعلامية وضرورة أنه تلتزم بضوابط من العقل، الإنسانية، الدين، القوانين، إضافة أكيد إلى المهنية. كمان رح ننتقل ونشوف بعض المشاهد.
تعلمون إن للحرية طعما جميلا لا يضاهيه طعم آخر، إلا أن الطعم لا يكون لذيذا وطيبا إلا إذا كان مطبوخا بعناية، وهذه الطبخة لها توابل ضوابط، وإلا تتحول الحرية إلى حرية مطلقة عبثية. وما أرمي إليه في هذا المقام الحرية الإعلامية، وقد تكون هذه الحرية من أخطر الحريات في زمن العولمة وزمن التواصل الاجتماعي الهائل والهواء المفتوح من جهة، وزمن التقوقع المذهبي والطائفي والقومي والمناطقي، وفي زمن ضيق المسافات والمساحات، في زمن القتل على الشاشة وعرض الذبح المصور بكاميرات السينما وبوجود مخرج ومنتج ومونتاج وكل ما يمت إلى إنتاج الأفلام الهوليوودية بصلة. سأذكركم أيها السادة بضوابط الحرية الفكرية إجمالاً قبل أن أدخل إلى الحرية الإعلامية بالذات. الحرية ترتبط بأربع عناصر أساسية هي العقل، وهنا مثلما قال الأستاذ محمد السماك، ثانياً الإنسانية، الدين والقوانين. واعتماداً على هذه العناصر الأربعة ينطلق المفكر أو الباحث في إبداء رأيه. وفي الإعلام يضاف إلى العناصر المذكورة عنصر الحرفية أو المهنية، فأمام أي مسألة أعرضها على عقلي ليقبلها، ثم أفكر بإنسانيتي وأقيسها بأخلاقياته الممثلة بالرسالات السماوية، وإذا كانت ضمن إطار القوانين الموضوعة أحرفن قصتي ورأيي وأعرضه على الشاشة أو أنشره في صحيفة أو في أي وسيلة تواصل إعلامية. يعني بعد ما كنا مع هالمؤتمر يلي صار باليونسكو، اكيد هون بدي وجه تحيه للزميل منير الحافي كثير، وراح تحيه كبيره راح نتابع كمان مع اجندا واخر فقره معنا. ولكن قبل بدي اذكر كل المشاهدين يعملوا لايك لصفحه اجندا اون فيوتشر تي في على فيسبوك اكيد، كرمال كمان يعرفوا تفاصيل اكثر عن كل المناسبات والنشاطات يلي عم نقوم بتغطيتها. بالاخر اليوم راح نكون مع كمان حفل استقبال صار ببيت السفير البلجيكي هالمرة، وكان في عدد من السيدات أيضا، وكان في هيك مثل لقاء مع عدد من السيدات يلي يعنيهم المجتمع بشكل عام، وخاصة السيدات يلي اللي عندهم جرأة وعندهم كفاءة كتير عالية، فحكيوا أكيد من خلال هذا اللقاء، وكان في كمان لنا عدة مقابلات رح ننتقل ونشوف سوا. Je vais surtout donner la parole à des femmes libanaises, c'est le but de cet événement, c'est de donner la parole. Donc j'ai choisi quatre oratrices, j'aurais voulu donner la parole à 10 ou 20 femmes libanaises, mais malheureusement je n'ai pas le temps. Et le fil conducteur de cette soirée, en fait, c'est les droits des femmes au Liban. اليوم جايين بدعوة من السفير البلجيكي حتى نحكي عن وضع المرأة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. أنا بقول نحتفل لأنه للأسف بلبنان ما في أي مبرر للاحتفال تقريبا، لأنه المرأة بعدها عم بتعاني من كتير تمييز، والقانون يلي المفروض كان يحميها من العنف كان قانون مبتور للأسف. فكتير مهمة هيدي المناسبة، مش حتى نهني بعضنا، لحتى تحديدا نحط خطة عمل، لحتى نتذكر قديش مهم نضلنا الناضيل كرمال كرامتنا كلنا، لأنه بالنهاية يعني إذا كرامة المرأة منقوصة كمان كرامة الرجل منقوصة.
طبعا المناسبة هي 8 أدار ونحن مثل ما بتعرفي نهار الجمعة الماضي أطلقنا فيلم اسمه بالقانون. هذا الفيلم صراحة هو يعني إذا بدك بجسد النتيجة اللي توصلنا لها بعد 7 سنين من النضال لإقرار قانون حماية النساء وكافة أفراد الأسرة من العنف الأسري. فالفيلم اتاخد من أحداث واقعية من حالات واقعية عم تجي على كفا. نحن لحد هلأ قدرنا حصلنا 35 قرار حماية لسيدات اجوا على كفا من خلال القانون الجديد. وهذا الفيلم بجسد كيف السيدة بتقدر تستفيد من القانون، شو دور القوى الأمن الداخلي، شو دور منظمات مثل منظمتنا، وكيف فيها تقدم قرارات حماية وتحصل عليها. منوجه يعني تحية طبعا للنساء خاصة اللي عم يتعرضوا للعنف بإطار علاقاتهم الأسرية، ونطلب منهم أنه ما يسكتوا بقى على العنف، فيهم في قانون صار فيهم يستفيدوا منه. إذن غيدة هدول كانوا فقراتنا لليوم، على أمل دايما أكيد بدع المشاهدين أنه يتابعوا برنامج أجندة كل سبت الساعة 6:30 بتوقيت بيروت عبر شاشة تلفزيون مستقبل أكيد، ومن خلال عالم الصباح كل نهار تنين بهالوقت. شكرا لكم مشاهدينا. ثانك يو. شكرا زنزون. أكيد رح نتابع نحن محطتنا المفصلة مع الشيف شادي ورشة ملح. خليكم معنا.